بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الجي دبليو تي اوثنتيكيشن فلتر، فكرة سريعة لما قلنا انك اول مرة بتعمل لوجن يتأكد من اللوجن. طبعا احنا شغالين على الفلتر ده، تمام، لسه ما دخلناش على ده، فخلينا في اللي فوق. الفلتر ده هو المسؤول انك انت لما تعمل لوجن حلو ياخد منك اليوزر نيم او الايميل والباسورد، زي ما انت عامل بقى في الايه، في الابلكيشن بتاعك، يوزر نيم او ايميل ايا كان، بيعدي بيتاكد هل هم موجودين اول ماتشز في الداتابيز ولا لا. لو موجودين خلاص تمام، بيرجع لك باوكي ما فيش مشكله، ويرجع لك بالايه، بالتوكن. التوكن ده اللي هتستعمله عشان تقدر تعمل اي اكسس على اي اي بي اي من غير ما تعمل اي لوجين. فاحنا شغالين على الايه، على الفلتر ده، واتكلمنا عليه المره اللي فاتت، تمام. فكره سريعه، اول حاجه قلنا عملنا فانكشن بتاخد اوثنتيكيشن، جبنا اليوزر برنسبل، قلنا الاوثنتيكيشن ده هو اللي بيحتوي على الداتا او السبيسيفيكيشن بتاعت اليوزر اللي عامل لوجن. حلو، قلنا هنا بس هنطبع جمله طباعه عشان احنا بنعمل تيستنج نتاكد، تمام. جاب من الايه، من الاوثنتيكيشن، في حاله ان اليوزر عامل لوجن هيجيب منه البرنسبل بتاعه. لو حد فاكر ده الكونتينر بتاعنا، هيجيب منه البرنسبل مفيش مشكله، تمام. بعد كده هيبدا يعمل التوكن. عملنا جي دبليو تي والسبجكت والاكسباير والساين، واتكلمنا على دول المره اللي فاتت، ورجعنا ايه، التوكن. اخر حاجه كنا واقفين عليها، اما قلت انت بتقول دلوقتي يا عم ان ده فلتر، اول ما تعمل لوجن بياخد منك اليوزر نيم والباسورد يتاكد الاول قبل ما يعمل التوكن. انت دلوقتي رحت عملت لي التوكن، انت هنا ما تاكدناش ان اليوزر نيم والباسورد موجودين ولا لا، صح ولا غلط؟ اه ما تاكدناش، احنا رحنا جبنا الداتا بتاعته وحطيناه في التوكن ورجعنا التوكن. طب فين بقى الايه، التاكد؟ بكل بساطه الفانكشن ديت هي الايه، هي اللي هتاكد. ازاي يعني؟ مش فاهمين، هقول لك. جي دبليو تي لوجن، تمام، ده كلاس، هنروح في الدي تي او، تمام، اهو حكريته، هقول له جافا كلاس كنترول في. حلو، هيكون بيحتوي على حاجتين اللي هو الايميل والباسورد. هقول له برايفت سترينج ايميل. حلو، جميل، وبرايفت سترينج باسورد. حلو، الت انسرت كونستراكتور، تمام، مش عاوزين الكونستراكتور، لا عاوزين الت انسرت كونستراكتور، عاوزين الديفولت، او بلاش نحط اي حاجه، احنا عندنا اللون بوك توفر علينا. هقول له ات داتا على طول، كريت الجيتار والستر، وهقول له ات اول ارجس كونستراكتور، مع اني مش هحتاجها لكن خليها، وات نو ارجس كونستراكتور، تمام. ده الديفولت كونستراكتور، وده كل كونستراكتور الخاصه بالايه، بالاتريبيوت، تمام. اتكلمنا على اللون بوك قبل كده كتير، فالموضوع سهل. نروح هنا نعمل امبورت، اهو عملت امبورت، تمام. ده هيستقبل من ايه، اهو زي ما قلت لك، اهو كلام بدأ يوضح. هستقبل من اليوزر، هستقبل منه الايميل والباسورد. هستقبلهم فين؟ هستقبلهم عن طريق الكلاس ده. الكلاس ده لسه مكريتينه حالا اهو، في الايميل والباسورد، حط سيت الايميل والباسورد اللي مستقبلهم من اليوزر. وبعدين بصوا معايا بقى، هعمل اوبجكت من الاوثنتيكيشن، تمام. هقول له ان الاوثنتيكيشن مانجر بتاعي اللي احنا كنا عاملين له هنا، عملنا فوق اوبجكت من الاوثنتيكيشن مانجر. الاوثنتيكيشن مانجر ده هو اللي بيمانج او بيهندل الايه، اما يروح للداتا بيز يتاكد ان اليوزر فعلا اللي انا دخلته زيه ولا لا. فده المسؤول عن كده، ده المسؤول انه يهندل الدنيا ما بين اما اليوزر يدخل يوزر نيم والباسورد. هو ده المسؤول انه يروح للداتا بيز يتاكد، مش هو اللي بيروح، هو بيهندل الدنيا، بيهندلها بحيث يشوف هل اليوزر نيم والباسورد متشابهين او عاملين ماتشز زي الداتا بيز ولا لا. ازاي؟ هنشوف ستيب ستيب. اهو هقول له هنا اوثنتيكيشن مانجر بتاعي، تمام، في فانكشن اسمها ايه، دوت اوثنتيكيت، بعمل جواها نيو يوزر نيم وباسورد اوثنتيكيشن توكن، تمام. هدي له بقى ايه، الجي دبليو تي دوت، بص معايا، دوت جيت ايميل، تمام، والجي دبليو تي دوت جيت باسورد. كده انا في اوثنتيكيشن مانجر، تمام، قلت له اوثنتيكيت. قلنا معنى اوثنتيكيت قبل كده انه يكون عامل لوجن، فبقول له والله
لو اليوزر نيم والباسورد اللي اديتهم لك اهم تمام عامل اوثنتيكيت في اوثنتيكيشن مانجر خلاص رجعوا لي فايل في اوثنتيكيشن. بعد ما رجعتوا لي في اوثنتيكيشن هجيب الكونتكست بتاعي اللي في السبرينج سكيورتي هحط فيه الايه اوثنتيكيشن عشان لما يروح هنا يجيب الاوثنتيكيشن شايفين يلاقي فيها الايه البرنسبل الخاصه بيا. شايفين الموضوع لف ازاي؟ الموضوع مكمل بعضه. انا جيت هنا عملت اوبجكت اوثنتيكيشن تمام، رحت في الاوثنتيكيشن مانجر قلت له دوت اوثنتيكيت تمام، واديت له نيو يوزر نيم وباسورد تمام، فجبت من ايه من الجي دبليو تي لوجن اللي احنا عملناه هنا اهو تمام، عملنا فيه الايميل والباسورد خدتهم من اليوزر هحطهم ايه هحطهم هنا في الاوثنتيكيشن مانجر. اللاين ده بيتاكد هل اليوزر نيم والباسورد او الايميل والباسورد اليوزر دخلهم موجودين عندي ولا لا. موجودين عندي هيرجع لي الاوثنتيكيشن عادي خالص، وهبدا احط في الكونتكست اللي عندي في الايه في السبرينج سكيورتي كونتكست هولدر احط الايه اوثنتيكيت كده. اما اعمل اوثنتيكيشن مانجر قصدي اما اعمل اوثنتيكيشن لما يروح يجيب البرنسبل هو انا عامل لوجن اي، فالاوثنتيكيشن فيه الداتا الخاصه باليوزر اللي عمل ايه اللي عمل لوجن، فما يجيب البرنسبل هيلاقي الداتا موجوده وكل حاجه يبدا ايه يشتغل ويرجع ايه التوكن. الموضوع سهل بسيط. بعد ما احط الاوثنتيكيشن هقول له بقى ايه بص معايا، قلت له جنريت توكن. ايه جنريت توكن ديت اللي هي ديت اديت له ايه اديت له اوثنتيكيشن اهو اللي هو ده اللي حطيته فين في الهولدر بتاعي في الكونتكست حطيته هياخده يجيب منه البرنسبل ويظبط الدنيا ويرجع لي ايه التوكن. اذا لما اجي استخدم هستخدم الفانكشن ديت عشان هدي له الجي دبليو تي لوجن اللي هو الايميل والباسورد اللي احنا مكريتينه اهو، هدي له هنا الايميل والباسورد هيروح يهندل الدنيا زي ما شرحنا، وفي الاخر يجنريت التوكن بتاعي يقدر له الاوثنتيكيشن يرجع لي التوكن ويعمل لي ايه ريتيرن للتوكن. اذا كده انا اديته اليوزر نيم والباسورد اهو تاني اهو، عشان بس انا حابب الناس تفهم. انا اسف يا جماعه ان انا بكرر، انا اسف ان انا بكرر بس انا حابب الناس تكون فاهمه مش مجرد كود بينكتب وخلاص. حلو اهو، اول حاجه هدي له الجي دبليو تي لوجن اهو تمام، خدته هنا اهو عملت لوجن تمام، اديت له اليوزر نيم والباسورد صح حلو. فانا دلوقتي هيروح هنا هيتاكد ان يوزر نيم هدي له الايميل والباسورد اتاكد وخلاص تمام، هيرجع لي ايه الاوثنتيكيشن كده. انا ايه اوثنتيكيشن يا عم الحمد لله عامل لوجن وكله تمام، هروح احطه في الهولدر بتاعي في الاوثنتيكيت. طبعا الكونتكست اللي هو السكيورتي كونتكست هولدر في الاوثنتيكيشن هدي له ايه الاوبجكت بتاعي كده، حطيته ايه في الكونتكست كده ممكن استخدمه في اي مكان في الابلكيشن بتاعي تمام. السترنج توكن هقول له جنريت توكن، جنريت توكن بتاخد ايه الاوثنتيكيشن، يبدا ياخد الاوثنتيكيشن يجيب لي البرنسبل منها اللي هي الداتا بتاعتي طبعا دي الكونتينر اللي احنا عملناه حلو. وبعد كده هعمل سترنج توكن، بعد السترنج توكن زي ما اتفقنا نكريت الجي دبليو تي نحط السبجكت اليوزر نيم والكلام ده كله، وفي الاخر ايه ارجع التوكن مفيش اي مشكله. كده يا جماعه الفلتر ده خلصناه وانتهى مفيش اي مشكله الحمد لله، فاضل بس ان احنا نعمل تيستنج، فان شاء الله المره الجايه نعمل تيستنج تمام. فانا هروح تمام هعمل نيو ايشو تمام، هقول له ايه شباك تو حلو اساين يور سيلف سبميت نيو ايشو تمام، هاخد دي اهي كنترول سي تمام، هروح هناك هعمل كليك يمين تمام جيت اد. لو في اي ايرورز في الابلكيشن ما تقلقش هنهندل الموضوع ده كله، هقول له جيت كوميت كنترول في كلوزس، هقول له كوميت اند بوش كوميت اند بوش، هقول له بوش هستنى قبل ما يعمل بوشنج تمام. خلص البوشنج وكله تمام هروح هناك هعمل الكلوزد والكوميت بتاعي وكل حاجه تمام مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكربشن. طبعا هنا اللي عملت ريلود اهو هو ما عملش ايه ما عملش كلوز، هروح هناك كده هو عمل بوش تمام جي دبليو تي. طبعا انا خدت لغايه هنا اتهيالي انا خدت لغايه هنا تمام، فده مش صح تمام. فخلونا هروح تاني هعمل بس ايه اي لاين اهو، هعمل كليك يمين جيت اد
هقول له جيت كوميت. شوف انا خدت ايه شباك 2. لا طبعا المفروض شباك 2 دي تبع الايه الكوميت او شباك 2، وفي الاخر احط ايه رقم الكوميت اللي هي ايه 177. تمام، خلي بالك من حاجه زي ديت، ديت تعتبر كوميت كلمه مع ديت. هعمل كوميت اند بوش، استنى اهو كوميت اند بوش، هعمل بوشنج، هستنى قبل ما اعمل بوشنج هروح هناك اهو، هلاقي اعمل لي كلوز دلوقتي اهو، والكوميت بتاعي وكل حاجه تمام 10 على 10. ما تخش دي يا جماعه، انا اتلخبطت وخدت دي بس، لازم تاخد كله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.